العيش أجمل. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. حلقة جديدة وإن شاء الله هتبقى عن موضوع أنا نفسي واللي عارفني واللي متابعني عارفين أنا بتكلم عليه ومش هزهق من الكلام عليه، وهي حلقة عن التدخين. وطبعا علاقة التدخين بالقلب مهمة جدا، وكل دكاترة القلب أصدقائي وبيحولوا لي حالات، لأن القصة بتبقى واحد كان داخل ميت قلبه توقف أو عنده مشكلة كبيرة في القلب، والدكتور بالأسطرة وبالعلم وببركة ربنا بيحييه، فإنه يرجع بقى تاني للتدخين أو يكمل. خلونا نخش على الحلقة على طول. بنرحب بدكتور شريف الزهوي، أستاذ أمراض القلب والقسطرة بكلية طب عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. الحلقة دي النهاردة أنا مبسوط بيها وسعيد، لأن من دكتور طبعا شريف الزهوي، يعني علم كبير وخبرة وحب للطب بصفة عامة، والحتة التانية بقى التدخين، يعني المصيبة الكبيرة اللي عمالة تحصل، والمفروض الناس بطل في رمضان، فعايزين بقى ايه نقول كل الحاجات اللي تخوفهم واللي تبسطهم برضو لما يبطلوا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه علاقة التدخين بأمراض القلب؟ يعني طيب. بيعمل بداية ايه؟ انا عايز اقول كلمة لا يفتى وملك في المدينة، فحضرتك طبعا يعني ايه ملك الكلام عن التدخين. بس حضرتك بتأكد بقى؟ بأكد طبعا معاك طبعا، عشان ما يفتكرش يعني ان انا ضد التدخين كده، يعني في عادات خلاص طبعا فيعني التدخين طبعا ما فيش شك طبعا انه هو احد العوامل الرئيسيه لامراض القلب والشرايين التاجيه وتصلب الشرايين طبعا بصفه عامه. انا اعتقد يعني مش معلومه اكيد، بس احساس كده ان هو ما فيش مريض بيدخن الا وعنده مشكله قد كده حسب بقى كل حسب بالظبط، حسب يعني استجابته وحسب برضو اللي بقى له كام سنه بيدخن وعنده اسباب مثلا اخرى، دهون التاريخ المرضي، الحاجات العوامل الاخرى طبعا. طبعا يعني هو احد اللي بنسميه ايه الريسك فاكتورز بالظبط، لان مش ساعات بنقول للناس يقول لك طب ما فلان قعد 90 سنه وما حصلوش مشكله، فهي بتختلف من شخص للتاني. صح صح صح. احنا بنتكلم على ريسك او بالظبط. وهو دايما هي عشان كده احنا بنقولش اسباب الشرايين مشاكل الشرايين، احنا بنقول عوامل المهدده بخطر الاصابه بامراض الشرايين التاجيه. ليه؟ لان مش كل الناس اللي بيبقى عندهم مثلا مدخن هيصابوا كلهم بالمرض، بس معظمهم. نفس الكلام، مش كل الناس اللي عندها سكر هتتصاب بالمرض، مش كل الناس اللي عندها كوليسترول عالي هتتصاب بالمرض، لا هما نسبه منهم بس نسبه كبيره. فعشان كده طبعا احنا بنقول الحاجات دي هيت لابد من ظبطها. طيب احنا مهم بقى طالما بنتكلم على التدخين بدل ما نقول اضراره والكلام ده، احنا هنركز على قصه القلب. يعني ايه العوامل، وحياتك قلتها بس عايزين نركز عليها، ايه العوامل اللي تخلي الشخص المدخن اميل ان تحصل له جلطات او مشاكل كبيره في القلب؟ مظبوط. يعني بداية عايزين نعرف الناس هم ايه اهم العوامل الرئيسية اللي بتهدد بخطر الاصابة بامراض الشرايين التاجية، اللي هي الازمات القلبية طبعا، هي السبب الرئيسي في الوفاة في العالم كله مش في مصر بس. اسمها قبل كده الذبحة الصدرية بالضبط، ده المسمى هو مازال اسمها طبعا. الحقيقة الذبحة الصدرية او جلطة القلب او احتشاء عضلة القلب. تمام. كل دي مسميات مختلفة. وبرضو ما الترم المعروف برضو قصور الشرايين التاجية. قصور كل دي اسباب يعني ترمينولوجيز او يعني مرادفات مختلفة لنفس المعنى. التدخين بيجي يعني من اهم العوامل الرئيسية زي ما اتفقنا. الحاجات التانية الاخرى برضو هي مرض ارتفاع سكر الدم، مرض ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول بالدم، والسمنه طبعا المفرطه طبعاً. تمام. واعتقد التاريخ المرضي، وما ننساش بقى زي ما حضرتك قلت بقى بالظبط، يعني في حاجه مهمه جدا الناس بتنساها وساعات تبقى هي دي العامل الوحيد اللي موجود عند بعض الناس ويبقى هو عامل قوي جدا، اللي هو العامل الوراثي. ان في بعض العائلات الحقيقه بيبقى عندهم يعني جين في العيله دي ان هو اكثر عرضه للاصابه بامراض الشرايين التاجيه. للاب ولا الام ما تفرقش. يعني ممكن يبقى مش في، ممكن ما يبقاش في الاب والام، ممكن في العمام، ممكن يبقى في الخلان بالظبط. يعني الناس اللي عندهم
اصابه بامراض القلب او جلطات المخ مثلا. بالظبط. يبقى كده في استعداد غالبا يعني. ايوه. ونحن في الحالات اللي زي دي بننصح بقيه افراد الاسره ان هم يعملوا تشيك اب بدري. طبعا. نشوف ايه الاسباب اللي عندهم الاخرى ونظبط العوامل كلها المهدده بامراض الشرايين التاجيه. اعتقد برضو الجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه اعتقد طلعوا حاجه اسمها ريسك يعني اللي هي طبعا في جداول معينه بتقيس الريسك بتاع كل انسان حسب سنه والعوامل الاخرى اللي موجوده. طيب انا طبعا ايام ما كنت نائب وطوارئ وكده كنت بشوف حالات جلطات كتيره بتيجي بعد الفطار، يعني اول ما نبتدي الفطار تلاقي 3 4 حالات جلطات قلب. طبعا مش لازم كلهم مدخنين، فعايزين نعرف السبب، وطبعا عايزين ننبه على سجاره بعد الفطار اللي هو في ناس بتفطر عليها يعني. ايوه. هي دي بقى بعض العادات الغذائيه الخاطئه في الفطار، ان احنا ان بعض الناس تملى بطنها جامد وبالذات في الحاجات الدسمه. طبعا طبعا. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان اللي عنده مشاكل في القلب وشرايين القلب الدم اللي بيروح للشريان ده بيقل بقى بعد الفطار اكتر، لان طبعا لو هيملى معدته جامد فمعظم الدم اللي في جسمه هيروح للمعده عشان يشتغل على الهضم بتاع الاكل اللي خده ده. وطبعا زائد ان المعده لما بتتملي جامد كمان بتضغط على الحجاب الحاجز فبتقلل كميه التنفس. فالحاجات دي كلها للاسف ممكن ايه انها تخلي مرض الشريان التاجي يبقى بيتقلب من مرض مزمن الى مرض حاد. تمام. اللي هو بقى الجلطات والكلام ده. عيشها ببساطه ببساطه. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.